الشراء، لا بيت يؤويهم، لا طعام يباع لهم أو يهدى إليهم، لا نتزوج منهم ولا يتزوجون منا، وليطردوا إلى شعاب الجبال. خدنا السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده مع محمد سبعيل. الحلقه ديال اليوم اللي غادي نتكلموا فيها حول الهجوم ديال عمار او حمار بلاني على المغرب مجددا. غادي نتكلموا فيها كذلك على بعض القرارات اللي دارتها السلطات الجزائريه وكذلك بعض الجمعيات المهنيه في الجزائر تزامنا مع تراجع عن اتفاقيه الصداقه وحصل الجوار من طرف واحد اللي هي الجزائر. وغادي نتكلموا اليوم على الخبر اللي ممكن يكون مستقبلا خبر قنبلة، خبر يعني مهم جدا يعبر عن حنكة وعن اجتهاد الدبلوماسية المغربية. جنوب إفريقيا اليوم تؤشر على بيان أو إعلان يؤكد على الوحدة الترابية للمغرب ولأول مرة، والدليل غادي نشوفوه في هذه الحلقة. تابعونا من الأول حتى الآخر، مشينا مع محمد السباحي. خدنا تحية مجددة. قبل ما نبدأ معكم تفاصيل ديال هذه الحلقة، بغيت نشكركم بزاف أنكم مشيتوا معنا للباج فيسبوك ديالنا وتابونيتوا معنا، كنشكركم بزاف. كنقول لكم مازال اللي ما مشاش يجي، راه كاين بزاف ديال الأمور اللي غادي نناقشوها تما وبعض الأخبار اللي غادي نلوحوها آنيا آنذاك. هاد اليامات وكالة الأنباء الجزائرية شد غير أخبار المغرب، كيترطاو كيتركلوا يعني غير المغرب المغرب المغرب، لا مجال لكلامهم إلا عن المغرب. ونحن هنا في هذا البرنامج حينما نتحدث عن الجزائر فإننا نتحدث ردا على أكاذيبكم تبيانا للحقائق فقط، وراكم هادشي كتشوفوا منا ودائما بالأدلة والأرقام والصور والحجج. الحمار بلاني اللي هو المبعوث ديال الدولة الجزائرية فيما يسمى المغرب العربي والصحراء الغربية، دار واحد التصريح نشرته وكالة الأنباء الكرغولية الجزائرية. هاد المقال اللي تلاح البارح، يعني البارح غتشوفوا معنا مزيان، تلاح البارح 8 جوان 2021. كيقول أنه أكد المبعوث الخاص المكلف بمسألة الصحراء الغربية ودول المغرب العربي حمار بلاني اليوم الأربعاء أن المغرب الذي لا يوالي بالاتفاقات الدولية ولا بالعلاقات ما بين الدول يعاني بشكل فظيع من عقدة نقص. في تصريح حين له أكد الدبلوماسي بوزارة الشؤون الخارجية، يعني احنا دابا اللي فينا عقدة نقص بالخارج، أن التقارير السرية المصنفة للمركز الوطني الإسباني للاستخبارات تثبت ما فتئنا نؤكده دائما، ألا وهو أن المغرب لا يبالي بالاتفاقيات الدولية. وك على فضيحة، وك على شوها. دابا المغرب لا يبالي بالاتفاقيات الدولية، من شكون اللي قالها؟ واحد الدولة اللي في نفس اليوم التي فسخت فيه اتفاقية حسن الجوار والصداقة مع إسبانيا، في نفس اليوم كيجيو في نفس اليوم كيكتبوا أن المغرب لا يبالي بالاتفاقية الدولية في نفس اليوم. وفهمت سطة، فهمت سطة. أنا بحالة كنحس بأن هاد المسؤولين خدامين معنا مع المغرب، والله العظيم أحيانا كنحس بأن العمامرة وتبون وهاد العمار الحمار بلاني ومجموعة من المسؤولين ديالهم أنهم معنا، أنهم شي واحد كيوريهم شنو يديروا، لأن بهاد التصريحات راه تسيئون إلى الجزائر. والله العظيم إلا كديروا الشوها في رؤوسكم بالله، كيف يعقل واحد المسؤول في دولة الجزائر كيجي كيقول بأن المغرب يتنصل من الاتفاقيات الدولية ولا يحترمها، وهو في نفس اليوم قال بأننا نحن ما عندنا ما نديروا بالاتفاقية مع إسبانيا ديال الصداقة وحصل الجوار. وفهمت سطة، فهمت سطة. زائد واحد القضية اليوم، واحد الجمعية مهنية ديال الأبناء كما كتشوفوا معنا دارت واحد المراسلة وعممت على جميع المؤسسات المصرفية الجزائرية بأنهم ما يصيفطوش الفلوس لإسبانيا أو ما يستقبلوش فلوس من إسبانيا، يعني وقف التصدير والاستيراد.
يعني شي جزائري كان في اسبانيا وبيصيفط الولاد الوالديه او ولاده او 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 الفلوس للجزائر ما يمكنش ليه. ما فهمتش انا هاد الدوله الكرغوليه كيفاش كتفكر، كيفاش كتخمم، واش فعلا عندكم شي واحد كيحكم؟ يعني واش يعني واش متاكدين انه كاين هاد الناس اللي كيحكموكم في كامل قواهم العقليه؟ مهم نكملوا التصريح ديال هذا الحمار بلانو وغادي نردوا عليه. ومن بين الوسائل اللا اخلاقيه المستعمله ذكر السيد بلاني بالتنصت المؤكد على اتصالات شخصيه هامه اجنبيه عن طريق برمجيه التجسس بيجاسوس في الجزائر وفرنسا واسبانيا، الى جانب التضييقات الاعلاميه والقضائيه التي تقف وراءها مكاتب ظلاميه على علاقه بمصالح الاستخبارات المغربيه وكذا استعمال. المهم نجيو نوقفوا في هذا بيجاسوس. اسبانيا قالت لا علاقه للمغرب بهذا البرنامج، فرنسا ما بقات لها غير تعتذر من المغرب لان المغرب شد هذوك الوسائل الاعلام اللي قالت اتهمت المغرب، قالوا لهم جيبوا لنا الدليل دابا. كل شيء يعني صافي، قالوا المغرب لا علاقه له باستعمال برنامج بيجاسوس الا الجزائر، الجزائر بوحدها اللي باقا كتكلم على هذا البرنامج. سير كمل. وكذا استعمال الهجره المكتفه كوسيله ضغط سياسي ومسارات التجاره بالمخدرات على نطاق صناعي. المخدرات راه غير البارح واحد الطائره جزائري حصلوا هزا القرقوبي الى فرنسا، يعني الحلقه راه لحتها البارح. نتكلموا على هذه القضيه ديال الهجره، تكلم قال لك بان المغرب يستعمل ملف الهجره لوسيله ضغط على اسبانيا. اجي نشوفوا شنو هي الدوله الاكثر مصدره للمهاجرين الى اسبانيا. ها واحد التقرير ديال قناه الغد كيقول ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين من الجزائر الى اسبانيا، هذا 8/2021 يعني مازال ما داش عليه عام. كنجيو القناه اخرى اللي هي قناه البي بي سي كتقول الهجره غير الشرعيه، الجزائريون اكثر الواصلين الى اسبانيا. مزيان. كنجيو قناه اخرى اللي هي فرانس 24 كتقول المهاجرون الجزائريون يشكلون اعلى نسبه وافدين غير شرعيين على اسبانيا. يلا ها انا كنجيب لك الارقام وكنجيب لك المصادر الدوليه، وهادو راه عناوين ديال الفيديوهات، يعني سيروا ديروا هاد العناوين ديروها في اليوتيوب وتفرجوا مع ريوسكم. راه كديروا الضحك في ريوسكم قسما بالله الا كديروا الضحك في ريوسكم. كيقول ولدى تطرقه الى العنف والتعذيب اللذين يتعرض لهم المناضلون الصحراويون بشكل لا يتاق على غرار سلطانه خيا، والعنف الجسدي والجنسي الموثق الذي بسببه وجهت منظمات غير حكوميه دوليه اصابع الاتهام للمغرب. بغيت نقول لك اولا المقرره التابعه لملف ديال حقوق الانسان في الامم المتحده رفعت يدها على سلطانه خيا، قالت بهذيك السيده ماشي ديال حقوق الانسان، هذيك الانسانه مجنده عسكريه يجندها الجزائر والبوليساريو في الداخل المغربي. ملي هذا الشيء موثق هذه الاعتداءات الجنسيه جيبوا لنا الدليل، اروا لينا نشوفوا هذا الدليل. توقف السيده تمشي لواحد الخبره طبيه، علاش كترفض الخبره الطبيه؟ لانها ما عندهاش ما تقول، لانها ما عندهاش ما تدير، ولكن هذه اخفاقات، هذه فقط رقصات ديك مذبوح تمعن لي في هذه الصوره جيدا ايها الكرغولي، تمعن لي وشوف خذ واحد النفس بشويه عليك، لانك ستتالم تالما شديدا. وتصوروا ان الدوله الكرغوليه توزع النفط والغاز والملايير ديال الدولارات هنا وهناك من اجل معاداه المغرب، من اجل تجييش الدول على المغرب، ولكن الحمد لله المغرب داكشي بركه سيدي ربي، ما كاين لا رشاوي، عندنا امكانيات بسيطه ديالنا كنتماشاو معاها، عندنا العقوله والحنكه ديال الناس اللي كيسيروا الدبلوماسيه ديال البلاد. جابت لينا 21 وزير خارجيه ديال دول افريقيه مره واحده، الحلف الاطلسي الافريقي 21 دولة إفريقية تطل على المحيط الأطلسي تجتمع في الرباط، ومنها جوج دول أعلنت رسميا عن فتح قنصلية لها قريبا في الصحراء المغربية اللي هي الطوغو والرأس الأخضر، والدول الأخرى
أشرت ووافقت على إعلان الرباط الذي بموجبه فيه واحد النقطة تؤكد على احترام السيادة ديال الدول والدفاع عليها بين هاته الدول. وملي نجي نقول لكم من هذه الدول كاين جنوب إفريقيا العدو اللدود التاريخي للوحدة الترابية. اليوم جنوب إفريقيا كتجي مع هذه الدول وكتسيني على إعلان الرباط. إعلان الرباط باش نقول لكم وتشوفوه، ما غاديش نجبدوا لكم يعني إعلان مغربي، غادي نجبدوا لكم من وسيلة إعلام غربية أو ماشي غربية يعني أجنبية. غادي نشوفوا وكالة الأنباء الموريطانية التي كتبت نص إعلان الرباط المعتمد في ختام الاجتماع الوزاري الأول للدول الإفريقية الأطلسية. ومن اللي كنجيو نشوف النقط كلهم مزيانين، ولكن نقطة واحدة هي اللي خلتني أنني انتبه لها بزاف، اللي هي البند العاشر من الإعلان كيقول: ومن جهة أخرى أكد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية أن دول المنطقة تتحمل المسؤولية الرئيسية في تعزيز قدرات هيكل الدولة للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية بموجب القانون الدولي. ومن هذه الدول جنوب افريقيا. ايوا نوت شلل على سلامتك، سير فرق في الغاز في موريتانيا وفرقوا في اسبانيا وفرقوا في الطليان وفرقوا في الصبليون، هذوك الدول بدون رشوه بالبركه ديال سيدي ربي والمغرب. دائما كنقول لكم زاويه غادي يجي وحده تابعه الاخرى وما غادي يشيط لكم والو في هذيك البلاد غير العجاج والقيطان والصاير والصوائر. وسيروا قلبوا من توكلوا هذوك الناس. خدنا النهايه ديال الحلقه ديال اليوم، ما تنساوش تدعمونا دائما بابوني اشتراك تفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللهم كثر استاذنا مسيره بنساء ورجال. مع محمد السباحي.